بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد قبلان موقع التقن بلا حدود. اليوم معنا مراجعة لكاميرا الكانون 750D اللي صدرت تحديثا في السوق السعودي، بالإضافة إلى 760D واللي كلهم بمواصفات متشابهة لكن بفرق بسيط لصالح 760D. طبعا بما أن الكاميرتين كلها من سلسلة 700 فهي مناسبة جدا للي هم يعتبرون أعلى من المبتدئين بشوي، لكنهم يعتبرون أقل من المحترفين. يعني إذا كنت واحد من اللي يعتبرون نفسهم أعلى من المبتدئين، ممكن تكون هذه الكاميرا خيار جيد بالنسبة لك. نتكلم عن المواصفات في هذه الكاميرا، بداية من الدقة اللي هي 24 ميجا بكسل، ونقاط التركيز التلقائي هي 19 نقطة تركيز. التركيز التلقائي في هذه الكاميرا سريع جدا بفضل تقنية الهايبريد CMOS أوتوفوكس 3، واللي طورتها كانون عن النسخة السابقة بشكل كبير جدا. نتكلم عن الشاشة الموجودة هنا، فهي شاشة LCD تعمل بتقنية اللمس وحجمها 3 إنش. طبعا بفضل معالج الديجيك 6 الكاميرا قادرة على تصوير 5 صور في الثانية، بالإضافة إلى أنها تدعم الواي فاي والNFC للاقتران بالهاتف. والاقتران بالهاتف لك راح تحصل فائدتين، واللي هي التحكم بالكاميرا من خلال الهاتف أو نقل الصور من الكاميرا إلى الهاتف ونشرها إلى الشبكات الاجتماعية، وهذا راح يكون شيء مفيد جدا. بدل ما تنقل الصور من الذاكرة للجوال، راح تختصر لك هذه التقنيتين مشوار هذا كله. نتكلم عن الفيديو هنا بدقة 1080p وبعدد إطارات 30 إطار في الثانية أو 25 إطار في الثانية. الدقة الأخرى اللي هي 720p وعدد إطارات 50 أو 60 إطار في الثانية. بالنسبة للفروقات بين 760 و750 فهي فروقات بسيطة زي ما ذكرت لكم، مع ذلك ممكن تكون فروقات تستاهل انك تشتري 760 عوضا عن 750. بالبداية في 760 عندك هنا مستشعر للعين. المستشعر هذا فائدة لما تحط عينك هنا راح على طول ينقلك الى وضعية المنظار الرقمي، وهذا شيء ممكن يكون مفيد مختصر عليك بدل ما تضغط زر الانتقال للمنظار الرقم. نتكلم عن الشاشة الموجودة في الأعلى. في الـ 760 راح أضافوا لك شاشة LCD ثانوية لعرض المعلومات. أيضا في عندك هنا حلقة للتحكم خلف في الجهة الخلفية لـ 760. طبعا التركيز التلقائي في وضعية المنظار الرقمي غير مدعومة، التركيز التلقائي بتقنية السيرفو غير مدعومة في المنظار الرقمي الخاص بـ 750، لكن في 760 مدعومة. أيضا الحجم أكبر بما أنه أضافوا لك بعض الأشياء مثل الحلقة وأيضا العدسة، الشاشة العلوية. الفرق في السعر هو $100 لصالح 760، مع أن 760 ممكن فيها بعض الإضافات اللي أضافوها فزادوها $100 عن 750D. بالنسبة للمميزات اللي شفناها في هذه الكاميرا، نتكلم عن الدقة والتفاصيل العالية الموجودة في هذه الكاميرا. ما ننسى أن الدقة هنا 24.2 ميجا بكسل، وممكن تشوفون قدامكم بعض التفاصيل الموجودة في الصور، وهذا أحد ميزات الكاميرا. أيضا نتكلم عن دعم الواي فاي والNFC واللي سهل بشكل كبير نقل الصور من الكاميرا للهاتف، وأيضا التحكم بالكاميرا من خلال الهاتف. نتكلم أيضا عن أداء التركيز التلقائي الموجود في هذه الكاميرا، يعني بمجرد تحويلك لوضعية الفيو فايندر أو المنظار الرقمي حيكون عندك تركيز تلقائي سريع جدا. ما ننسى أنه تقنية الهايبريد CMOS أوتوفوكس 3 وأيضا المعالج ديجيك 6 سهل من عملية التركيز التلقائي بهذه السرعة. طبعا بالحديث أيضا عن نقاط التركيز التلقائي فهي 19 نقطة، وهذا أيضا حسن من جودة التركيز التلقائي وسرعته. طبعا بالنسبة للتصوير الفيديو فهو للأسف أنه 1080p وعدد الإطارات هنا 30 إطار في الثانية فقط، يعني كاميرات أخرى بنفس المستوى تصور بدقة 4K أو حتى تصور بدقة 1080p بعدد إطارات 60 إطار في الثانية أو 720p بعدد إطارات 120 إطار في الثانية، لكن كانوا للأسف أنه حتى مع جودة أو بسلسلة 700 إلى الآن ما وصلت لهذه المواصفات في من ناحية الفيديو. لكن بشكل عام الفيديو لا يزال جيد جدا من ناحية التفاصيل وأيضا من ناحية الميكروفون موجود في هذه الكاميرا. بالنسبة للأسعار، سعر البادي الحالي اللي هو 750D و $750 تقريبا. طبعا مع عدسة ال 18-55 راح يكلفك $899 تقريبا.
طبعا بالحديث عن سعر ال 760 دي، 760 دي راح تكلفك بزيادة عن 750 دي 100 دولار تقريبا، لكن من ناحية الأداء ترى ما في أي فرق من ناحية في الكاميرتين من ناحية الأداء عدا الفروقات اللي ذكرنا لكم من قبل من ناحية المواصفات. فإذا كنت بتشوف كاميرا أوفر لك خذ 750 دي، لكن إذا كنت تشوف إن الفروقات بين الكاميرتين تستاهل أنصحك تاخذ 760 دي وتزيد 100 دولار على سعر 750 دي. كذا كنت هنا، كان معكم حمد قبلان موقع التقنية بلا حدود. شوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامة.